I am so sorry, Baba. Please forgive me. What happened, son? Why are you apologizing? It happened when I was reciting Surah Al-Isra until verse number 22. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا داود, after you're done reading the Quran, come massage my feet. Does he not see that I've been reading the Quran whole day and I'm so tired? Oof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Does he not see that I've been reading the Quran whole day and I'm so tired? Oof. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Don't worry son, I will always forgive you. Because we parents have been created with endless love for our children.